السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم فيديونا حلو. اليوم بنقول تجربه عن سفرتي لماليزيا. ماليزيا طبعا السفر هاي مدعومه من الوزاره، اغطي لهم الفعاليه كامله، وبيكون معانا طلاب من الثانويه ومن الاعداديه في هذه السفره. طبعا نحن في ماليزيا في جزيرة اسمها كوتا كيني بالو. اوكي، هذه الجزيرة كبيرة طبعا، وهذه الجزيرة فيها ثلاث دول: الصين وبروناي وماليزيا، وان شاء الله بنستمتع فيها وبنستفيد. ماليزيا جوهم رطب وحار، وفي امطار تكون موسمية تقريبا تنزل في اوقات الليل. بننقلكم الشباب وهم يسبحون في الجزيرة. طبعا هذيل الشباب يمثلون دولة الإمارات في ماليزيا، ومن أعمار مختلفة، من أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي، ونحن حابين نغطيهم ويعين يستفيدون أكثر.
وايد. طبعا اليوم سايرين ان شاء الله لليبل في ماليزيا من اعلى الليبال في ماليزيا ان شاء الله وبنستمتع. والحين نحن في السوق الشعبي. عن هذا السوق الشعبي موجود على طريق ليبل وانت رايح على المنطقة اللي فوق لقمة الجبل. طبعا اخذنا لنا همبة اخضر بنجرب الهمبة الاخضر مالهم مثل البلاد ولا لا؟ نفس مال البلاد تبا؟ طبعا معاي زميلي خليفة. كيف الهمبة معاك؟ ناس خليفة يلب بعيونه. اسمع هاي قصيده في عيونه. السيف في غمدي لا نخشى مضاربه. نعم السيف عينيك في الحالتين فتاه. حبيبي جرب الهمبة. الهمبة كوبي البلاد. اوكي كوبي البلاد. يلا ترمى كسي سامة. يلا اخذنا حنبة نوعين ونجرب.